مرحبا واهلا وسهلا بالجميع بجلسه جديده من جلسات دائره تدريب مهارات الحياه. موضوعنا بناء الهويه الشخصيه في العلاقات الرومانسيه، وهي الجلسه السابعه. وتدريب مهارات الحياه هي من ضمن برنامج دوائر من منصه Out and About المواطن العالمي، اللي بتعنى ببناء وتطوير مجتمع مبني على خمس قيم موحده، اللي هم المحبه، السلام، التقبل والتسامح والعطاء، ونشر فكرة المواطن العالمي بمعنى أنه الإنسان يعامل الإنسان على أساس الإنسان. ندخل بالموضوع رأسا. والمرة الماضية عملنا إكسرسايز بسيط، كل حدا قلنا له يعمل خمس شغلات من البروفايل الشخص اللي بحب يكون معه. هو هذا الإجابة على السؤال مين الأودينس تبعنا بنموذج بناء الهوية الشخصية. أوكي، فأخذنا خمس صفات، مهارات، مواهب، اهتمامات كمثال. طبعا هم مش خمسة، بس عملنا سريع هون، وقلنا هدول الخمسة يحطهم. هاي أول خطوة. ثاني خطوة كان ترتيبهم من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية. ثالث خطوة كانت نحط اللي فوق تحت واللي تحته. لا، نجيب بناء الأشخاص اللي أقرب شخص من العائلة. نحط ثلاث أشياء أهم أشياء. بعد ما عملنا البرايوريتي شو بنعمل؟ بنحط ويت لكل واحد. وزن. نعطي علامة 5 4 3 2 1. فبالتالي لو كانوا 50، أوكي، فأول واحدة بتاخد رقم 50. 49 48 إلخ. أوكي، هلأ بعدين بنحط الأشخاص. فأخذنا كمثال فقط. أوكي، قلنا ننقي حدا من أقرب شخص بالعائلة الصغيرة لإلنا. بعدين أخذنا حدا من الأصدقاء من الذكور، وحدا من الأصدقاء الإناث، أقرب واحد لإلنا. شو عملنا بعديها؟ مسكنا كل شخص وأعطيناه علامة من 10 على كل صفة من هاي الصفات. أوكي؟ فبنعطي مثلا الصفة الأولى كانت مثلا الاهتمام. أديه هذا الشخص عنده موضوع الاهتمام؟ أديه هذا بعطيني بحس بالاهتمام من طرفه؟ من 1 لـ10، واللي بحد من 0 لـ10 كمان ممكن. اوكي، بس احنا بنعملها من 1 لـ10. فمثلا والله بيهتمش فيي ابدا، 1. اوكي، هذا مدلدق اهتمام، مش معقول دلدقة الاهتمام هي 10. اوكي، ونمشي بهذه العلامات للشخص، وبعدين بنمشي فيهم لكل شخص. هلا للشخص الاول بنمسك العلامة الاولى، مثلا الاهتمام خلينا نقول اعطيناه 7، الوزن تبعها 5 لأنها أول واحدة، فسبعة في 5 35. بنكمل عملية الضرب وبنجمع هذا الشخص، شو المجموع المضروب. أوكي، وبنمشي على الشخص الثاني والثالث. بعدين شو بنعمل؟ بنشوف على المجاميع تحت. هاي الطريقة عشان نعمل تست للسيستم. احنا لسه ما عم بنشوف هدول الأشخاص قد ايه قريبين ولا مش قريبين لإلنا، لا، احنا عم نعمل تيست للسيستم. بمعنى بشوف الارقام، هل فعلا هذا اللي رقمه اعلى واحد طلع من الثلاثة، هل فعلا على ارض الواقع هو اقرب واحد لإلي منهم الثلاثة؟ اوكي، فعم بقيس السيستم، عم بقيس الصفات اللي انا حطيتها والبريوريتي اللي انا عملتها. فاذا طلع الجواب نعم، معناته لهون اللي انا الصفات اللي حطيتها بالبريوريتي بالاولويه اللي حطيتها صحيحه على ارض الواقع شغاله. اذا لا، معناته في عندنا واحدة من تنتين. لا، شو يعني لا؟ لا يعني اللي طلع انه اقرب واحد لإلي على الورق حسب المجاميع والارقام هو فعلا على ارض الواقع مش اقرب واحد لإلي. فشو يعني وين الغلط؟ بيصير يا أنا حاطط الأولويات بطريقة مش أنا اللي بتبعها على أرض الواقع، أولوية الصفات قد إيه أهميتها بالنسبة لإلي، أو في صفة ما انذكرت. يعني أنا مش ذاكر في شغلات معينة موجودة
ومهمة بالنسبة لي عند هدول وأنا مش ذاكر. هذا كان الاكسرسايز. بعد ما خلصت الجلسة قلنا بدنا نوسع، يعني بس نروح على البيت نوسع، يعني ننقي أشخاص حتى اللي مش قراب لإلنا. أوكي؟ كله عملية اختبار. هلأ لما نروح على البيت ما بيضلوا خمسة، لما نروح على البيت بدنا نبني كل الصفات والمهارات والمواهب والاهتمامات اللي احنا بنحبها تكون موجودة بالشخص اللي بحياتنا، شريكنا أوكي؟ أو شركتنا. فبنحط الخمسين هدول وبنعيد الوزن 50 49 48 لاخر. طبعا انا بحكي 50 على سبيل المثال اوكي. وبنزيد عدد الاشخاص، كل ما زادوا عدد الاشخاص كل ما انا عملت تيستينج اكثر لهل فعلا هدول الاولويه بالنسبه لي صحيحه ولا لا. يس بس هون في بعض الصفات ممكن انا تهمني بشريك الحياة بس ما تهمني كتير بالأصدقاء، يعني مثلا الصفات الجسدية أنا ممكن أتغاضى عنها عند الأصدقاء بس ممكن ما أتغاضى عنها عند شريك الحياة. مثلا الأمور المادية ممكن كمان ما تفرق عندي مع الأصدقاء بس ممكن تفرق معي مثلا عند شريك الحياة. هون بالتالي الأكسرسايز ممكن يكون مسليدي ولا لا؟ الغريب إنه طريقة قرب الأشخاص لإلنا اللي حوالينا معايير هذا سين، معاييرها أولويتها قد ايه مهمة بالنسبة لنا ذا سين. من الأشخاص اللي حوالينا من الأصدقاء رح نلاقي مثلا كثير بنسمعها بالإنجليزي بحكوها راحت هلا كيف بحكوها رح أوصفها لا لا إنه قد ايه أهمية خفة الدم. أوكي يعني خفة الدم بتنزل عن حبل المشنق، يعني اللي عنده هاي خفة الدم يعني مسموح له كتير شغلات بالأصدقاء حوالينا. ورح نحسها يعني مش هالإشي المهم، يعني بشريك الحياة في عندي أشياء كتير أهم من خفة دمه، مع إنها لا. أنا لو شريك الحياة عندي خفيف دم كتير شغلات تانية والله عن جد بحس إني بقدر أمرق له إياها أو أمرق لها إياها بالجدية وبالنكد ومش عارف ايش، لا بدي اوقف له على الدقرة. لو في خفة دم بالتعامل مع الامور فبالتالي بتلاحظ انه لا الاولوية هاي موجودة حتى لو مش حاسين فيها. وقياسها على مجموع الاشخاص بشكل عام، لانه كمان بالسيستم هذا ممكن اقيس او احط العلاقات السابقة كمان، يعني احطها ضمن عشان برضو اجرب السيستم هذا قدي هو صحيح. أوكي؟ فبالتيارات التحتانية هاي الأولويات شغالة على الجميع. يعني حتى لو عندي أخين واحد فيهم مثلا عضلات والتاني بدون عضلات، أوكي؟ ممكن ألاقي حالي أقرب لهذا اللي مع اثنين أخين، إنه بحب الطريقة اللي كيف بيدير باله على جسمه فيها، الطريقة اللي بحافظ على يقته فيها، الطريقة أكثر من الأخ اللي مثلاً لا مش داير باله على حاله فيها. رح نلاحظ هاي الشغلات بحياتنا اليومية. أوكي؟ نفس الشيء بالعكس. فرغم إنه ظاهرياً سلمى ببين إنه لا الأولوية تختلف، لما نمد التست أكثر وأكثر بنلاحظ إنه لا الأولويات هي the same. قربنا وبعدنا من الأشخاص هو the same. أنا موافق في شغل، يعني أنا موافق إنه في شغلات ممكن حتى نطلبها من شريك الحياة مش مطلوبة من الأشخاص التانيين، عادي بحطها وياخدوا عليها صفر، بس في 99 شغلة تانية مهمة. أوكي؟ المهم إني أقيس المجاميع اللي تحت هذا السيستم هل عم بيقيس لي قرب وبعد الأشخاص عنه. في حدا كان عنده الوقت إنه يعمل هذا الإكسرسايز من اللي حضروا معنا المرة الماضية أو من اللي شافوا اليوتيوب؟ مجتهدين. أوكي. أنا يمكن قررت إني أعملها بس أخلص اللست، يعني بحس كل مرة عم اللست بتاعتي عم بتزيد لست الأشياء، فقلت بخليني أخلصها بعدين عساس إنه أقدر أرتب الأولويات. ولا هتعمل. حسيت ناقصه هلا فقلت يمكن ما رح يزبط. يس في شغلات يعني شوي سبجكتيف، يعني مثلا انا بدي واحد محترم، طب انا كيف بدي يعني
أنا مين بيعطيني الأحقية إني أحط لهذا الشخص مثلاً 3 من 10 ولا 8 من 10؟ هو أنا عم بقيس حسب معيارك انت شو الاحكي. هو سبجكتيف لا لا هو هو معني انه يكون سبجكتيف. انا عم بقيس قرب هدول الاشخاص لإلي وهي الصفات اللي انا مهمه بالنسبه لإلي قد ايه عم بحسها. يعني هذا الصديق مثلا خلينا نقول انه محترم اوكي، بس هو محترم مع كل الناس مثلا الا معي، انا شو بدي باحترام؟ انا راح اعطيه مش راح اعطيه 10 عشان انه محترم مع الناس كلها الا معي، مش راح اعطيه 10 من 10 انه ياي ما احلى محترم. طب ما انا علاقته معي ما فيهاش هذا الموضوع، صفر. هي سبجكتيف 100% سبجكتيف، لانه انا المعني يعني مش انا مش عم بقيمه هو كشخص، انا عم بحكي علاقته معي. هل انا معي عم بشوف هاي الصفات حاضرة؟ والله أخوي والله كونسيدرت كتير مع أصحابه وبتصل وبتطمن عليهم، وأنا الله لا يردني، أنا شو بدي بالكيرينج تبعه إذا مفرقوا عن الناس كليتها وأنا مش حاسس بهذا الموضوع. أوكي؟ فهي سبجكتيف، سبجكتيف بمعنى المهم علاقة هذا الشخص وأدي أنا عم بحس بهدول الصفات والمهارات والمواهب وهي الشغلات موجودة فيه فعلا وأنا عم بحسها بعلاقتي معه. هي مش تقييم للشخص objectively، لا هي subjectively. اوكي، على موضوع انه هاي الليسته بنحسها دائما ناقصه، هي دائما رح تكون ناقصه دائما، يعني هي ايوه لانه هاي تجربه حياتيه، يعني تجربه حياتيه ماشيه واحنا بنتغير وعينا بتغير، فهي رح تتغير والاولويات بعد فتره بدها وكل مرات نشطب شغلات مهمه جدا 100% صعبه تكون، وهي رحله وعي قلنا كم الاولويات ممكن تتغير. اه طبعا، بس بحس في اشياء رئيسيه، يعني في 3 أرباع صعب انه ما يكون اولويه، يعني اذا نحط 20-30 في اشياء رح تتغير، في اشياء رح تتصل اشياء لنا، بس بشعر انه كل بني آدم فينا في تكوينة معينة، في أمور معينة، في 3-4 صعب بيتغير. حسيت إنه هدول الرئيسي، يعني بتذكر يمكن قبل 2 يمكن لما مرة كتبنا، فأنا اليوم كنت عم بكتب، يعني أنا ما عملت اللي عم تحكي هذا، بس أنا اليوم كنت عمالي بعرف إيش اللي بدي إياه أو إيش هي الحاجات العاطفية خليني أقول لك، فكتبت بس طبعاً عرف مظبوط عندك وكتب، فكل واحدة إنه هي إيش اللي انتبهته، إنه اللي أول 2-3 نذكره عندي لما رجعت لإشي قديم هما من أهم 2-3 كانوا، في أشياء تانية مختلفة تعريفها مختلف وضوحها صار، بس في إشي بشعر إنه لازم الإنسان يكون قادر يشوف وين الاحتياج الكتير قوي بالعلاقة، إنه يكون عم بتغير مع الوعي. هلا بجاوبك عليه. انا بدي اعلق على صدر في فينا هون شغله، هي مش بتغير، هي يمكن اخراج احيانا بتغير، يعني شكل الاخراج بتغير، يعني اللي احنا بنسميها مثلا والله هي خفه دم في وحده معينه بتصير اسمها سرعه بديهه بعدين، بس هي تقريبا نفس الجدل، بس احنا بنترجمها بطريقه ثانيه. النقطه الثانيه في شغلات بتضل موجوده بس يمكن حتى ترتيبها تغير، في فكرة الترتيب برضو موضوع، يعني لما نحكي عن الأولويات دائما الترتيب عامل رئيسي في مرحلة معينة، الذكور والإناث 2 مع بعض بيدوروا على أحلى حدا في العالم، في مرحلة لاحقة لا بيظل الشكل المقبول مهم بس بصير أقل شوية وقيس عليها شوية كثير. يعني أنا عم بحكي أشياء رئيسية، الحاجات القوية بالعلاقة مش حاجات حتى هاي الحاجات بتصير في لحظة معينة من الشعور بالاحتواء للشعور بالأمان بتروح، مثلا يعني هاي إخراجها بشكل وأداة إخراجها بشكل ثاني، لكن هي شعور انا بعرف هذا رايي يعني، لكن في لحظه معينه الاخراج كثير مهم والوعي لهذا الاخراج كثير مهم. هو الرحله لكل شخص مختلف عن الثاني. اوكي، يعني في فعلا بنلاقي انه شخص على مدى فترات طويله مثلا 3 شغلات هذول توب برايورتيز 1 2 3 ماشي، ويمكن ما يضلهم 1 2 3. في شخص ثاني مثلا اعطيكم مثال على شغله صارت بال 1 تو 1 كوتشنج معي،
وكان تشابه فيها بين شاب وصبية، يعني هذا كوتشنج وهذا كوتشنج مختلفين مش مع بعض. أوكي. كانت على ما أظن التجربة الأولى مع صبية، فبتيجي حطت البريوريتي الأولى إنه بيصلي يكون. أوكي. فإحنا بالوان تو وان كوتشنج بنمتحن كل واحدة، يعني بتصير أسئلة نسأل الشخص فعلا شو قصده بالكلمة عشان نتأكد من الأولوية تبعته. فيكون بيصلي، بعدين الأشياء الثانية مثلا كريم لطيف كذا 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 كذا، كأنه كانت لطيف يمكن إشي حتى تحت 11 ولا 12. فأنا أجيت قلت لها يعني إنه بيصلي هي رقم واحد، قالت لي آه هذا ضروري جدا بالنسبة لي. أوكي. وهلأ عم نحكي عن الكيس مش عم نحكي عن الصفة، انتبهوا عم نحكي عن الكيس. فاجيت قلت لها طيب يعني لو ما كان لطيف وكان واستخدمت كلمة تانية، ولو كان وقح في تعامله بس هو بيصلي، اوكي، فهل بتضلها اولوية؟ صفنت. فقالت لي لحظة انا كتبت بيصلي انه بيخاف ربنا فيه، هلا شوفوا الترجمة انه طلعت الاولى بالنسبة لها الترجمة انه بيصلي انه بما انه هو يتقرب الى الله فمعناته هو راح يخاف ربنا بتعامله معي، هيك ترجمتها. اوكي. وبالتالي لطيف كانت تحت والصلاة كانت فوق اول واحدة، وانتبهوا مرة تانية بعيد انا عم بحكي عن الكيس مش عن الصفة، في حدا تاني راح يكون وضعه تاني بهدول الاشياء. فقالت لي لا انا حطيتك طلعت لطيف بالاخر بعد الاسئله، طلعت لطيف اول واحد. قالت لي بس راح اضلني على قسط الصلاه رقم 2. يعني انا مش بديش اغلطك، انا احنا بس عم نتاكد انت شو بدك. اوكي. فننتبه على القصد تبعنا من الكلمه المطروحه. هلا في شخص تاني طلب انه تكون شريكة حياتهم حجبة. اوكي. ونفس السيناريو صار، سألناه شو القصد، كان في عنده مقاصد معينة محطوطة بأشكال تانية تحت بأولويات تانية تحت، طلع بالآخر المهم لإله هاي الشغلات، هو كان رأيه انه بما انها محجبة وبالتالي سبليمينال. اوكي. يعني ومن المؤكد ديفينتلي انه هدول موجودين، فحط هديك بالاول. هاي غلط. فلما سالنا اسئله اكثر طلع بالنسبه له مهم له انه تكون محجب، الاشياء اجتماعيه عنده. اوكي. بس هدولك طلعوا اهم يعني بالنسبه له. هلا الشغلتين عباره عن معتقدات. اوكي. وتفسير المعتقد مش من ناحية روحانية، تفسير المعتقد من ناحية اجتماعية وتأثيره على العلاقة بيني وبين، كيف أنا بفسره على نوعية العلاقة بيني وبين الشخص الآخر. وهذا مثال. هلأ في كتير أشياء من اللي بنزلينها علينا المجتمع مش بس معتقدات روحانية، في من العادات والتقاليد وماذا يجب وماذا علينا وماذا يجب أن يكون ولازم مش عارف يكون هيك الزلمة ولازم هي تكون تعمل هيك، كليتها هاي بالسيستم رح تمتحن وبالتالي عملية الأولوية. يعني أنا مش شايفة إنه الموضوع هو علامات بقدر ما هو و أو، يعني الموضوع بالصفات مش و أو، لازم يكون و، يعني أنا بدي هذا وهذا مش بدي هذا أو هذا 100%. بس هي أولويتها وين؟ حتى لو ما كانتش أولوية، أنا عنده كل الصفات وعنده صفة أنا مو عاجبني بالمرة. هي أو مش أو، هي و. و. ممكن تخلي عندك عالية. بس. حتى لو كان كله ناجح فيه وهاي الصفة الوحيدة، حتى لو إنها تحت. هو سيستم كامل، لا هو سيستم متكامل. إحنا عم نحكي بس لما أقول بين واحد واثناش، أوكي، وإفرض هم مثلاً 50 وحدة. يعني الأولى هاي أخذت 50 كوزن ورقم 12 أخذت 38، يعني لما ضربنا العلامة ضربناها ب 38 وهديك ضربناها ب 50. فالأولوية مهمة بعملية أنا قديه مهمة بالأولويات لإلي،
لأنه ممكن الفرق ما يكون 1 و12، ممكن يكون الفرق 1 و30، يعني رقم 1 ورقم 30. أوكي؟ أنا وعم برتب بروفايله للشخص. الروائي لما عم بكتب لما بعمل بروفايل لشخصية عم ببرزلنا مش كل البروفايل، أهم مميزات هذا البروفايل للقصة اللي عم بحكي فيها. أوكي؟ فهدول المهمين، فلما عم ببرز هدول المهمين وأنا بقصة حياتي عم ببرز أنا بدي 1 و2 و3 زي مالينا حكت، وهدول صعب تغييرهم مثلا، أساسيين جذريين بالنسبة لي، وبعدين بكتب التانيين حلو يكونوا موجودين هدول. أوكي؟ هذا السيستم بس اللي عم بمتحنه، هذا القصد. 100% القصة مش أو و، هي و بس وين؟ بأي و؟ يعني لو كتبتها بسطر واحد أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، عند أي واو عطف محطوطة؟ أول واحدة بدون واو عطف؟ أوكي؟ ولا بعاشر واو عطف؟ هي و. أوكي؟ سألتيني المرة الماضية على إنه إحنا عم نطلب سوبرمان، يعني عم نعمل حالة المثالية إحنا بطير وبحكي نكت ويقفز من عمارة لعمارة ونرسم نرسمها كليتها، هي صحيح إحنا عم نرسم هيك، وأنا بدي هذا الشخص وبدي هاي المثالية، كل الإيجابيات ما فيش ولا سلبيات 100%، والسلبيات عم بقلبهم لإيجابيات. مش هيك طلبنا؟ إنه أي إشي لقينا حالنا ما بنحبه ما نكتب اللي ما بنحبه، نكتب اللي بنحبه. أوكي؟ بالآخر ما أنا رح أقيم العلامات، يعني لما أقابل الشخص وأحطه على السيستم بالآخر رح يطلع علامة. هلا بالآخر أنا بقرر هذا مناسب، أنا اللي بقرر على فكرة مش السيستم. السيستم بعطيني إنديكيشن، يعني اللي عم نحكيه من وضع أولويات لمعرفتنا، بس بالآخر أنا اللي بدي أقرر. ولو أنا قررت طلعت علامته عظيمة، أوكي، وأنا يا أخي مش حاسس، يعني السيستم بقول لي هذا فلاينج ستارز يعني، وأنا مش حاسس هذا الإحساس. شو يعني؟ شو بعني هذا الحكي؟ ما بزبط. إيش هو اللي ما بزبط؟ كنتي ليش بين بين وبالتالي مش مناسب لي هذا الشخص. ممكن تكون المواصفات اللي حاطتها مزبوط، بس خلص في إشي في كونكشن مفقودة. دائما برجع للسيستم، اللي أنا كاتبه في إشي مفقود أو دائما أولويات مش مرتبة. بالضبط. كل تجربة مر فيها هي تجربة وعي بتدلني على شغلات أضبط فيها معرفتي بنفسي ومعرفتي بإيش أنا بحب. كل تجربة، وأكثر من مرة لما كنا بالمودلز الثانية بذكر مثال دائما بذكره، لأنه هذا قد ما هو بسيط المثال قد ما هو عظيم بنفس الوقت. صديقة لإلي من زمان كتير، ومن طول الوقت بتقول لي هذا قصص الدبق ونمسك ايدينا وماشيين واحنا ماسكين ايدينا. يا اخي الدبق هذا وهيك بتعشعر، يعني هي بتمسكها شو الدبق هذا؟ شو يعني مش ضايل لك تقول لي شو القرف هذا؟ اوكي. بعد سنين وسنين منيحه يعني، فجاه قابلنا ببلد ثاني نايم دبق، فهي بتقول لي اسكت مش طلع حلو الموضوع. وهاي رحلة وعي، يعني ممكن أنا أكون مارق بعشر تجارب كل ما يمسك إيدي أشعر. أوكي؟ وهاي المرة انبسطت عليها. ما هو رامي أنت بتحبش قصة المشاعر، بس هاي إلها دور كبير بالشعور. مرات هذا الشعور هذا الشخص أعطاني إياه، هذاك أنا كنت شايفته دبق. شو هو الشعور؟ لحظة، المشاعر. لا فيش، خليكي معي لينا، كتير مهم. انا بعرف قد ايه سيستم جوانا بحب علامات السؤال، بحب الغموض، يتركها هيك، بس هي بقدر تو بين بوينت شو صار. يعني لو ركزت فيها، ايش الشعور اللي اعطاني اياه هذا الشخص اللي خلاني احب مسكة الايدين؟ بقدر احددها في الانجذاب. لا بقدر احددها اكتر لينا مبلا. لا وضروري هذا الحكي، لا ضروري ينفهم، لانه اذا تركنا علامات السؤال رجعنا لورا ونسي السيستم خلص. مشينا على انا هيك حاسس، هيك احلالي، مشينا على العوام، رجعنا على العوام. لا انا قصدي هي راحت مشاعر،
لأنه هذا المثل. بس مرات في أشياء مع السيستم أنا حبيتها مش موضوع الوعي. مرات بيكون مع هذا الشخص في الشعور المعين. أيوة. أنا ما عم بحكي إنه هذا الشخص إجا ضارب السيستم كله وأنا بدي أمشي على السباحة. لا لا أنا فاهم فاهم. ففي إشي مع هذا الشخص. شو الشعور اللي بعطيني إياه؟ وشو الشعور اللي ما اعطونيش اياه؟ او الشعور اللي مش حلو اللي اعطوني اياه هدول؟ مسكة الايد على فكرة كتير مهم. من اهم الامور اللي بقدر اتعرف فيها على شخص. طريقة مسكة الايد. وتنويع مسكة الايد. كان حكتني قبل 2019 كان من اول جديد. قلنا. تصوروا مع نفس الشخص، في مرات بنحب نمسك ايده كاملة، في مرات كتير احلى بس الاصبع هذا يكون مع بعضه، له معنى تاني يختلف عن مسكة الايد. ايه؟ ايوه صالحنا. لا في في اشي من جوا وكل واحد تجربته شخصية. يعني ما بقدر اجي اقول هاي لما نعملها كلنا معناها لإلنا كلنا كذا، لا ما فيش اغلبنا بلاش كلنا ايه اغلبنا ولا في اغلبنا ولا في، هي حاله شخصيه. والتنويع مهم جدا باي علاقه. يعني التنين اللي بيضلهم ماسكين ايدين بعض بنفس الطريقه بعد فتره ببطلوا يمسكوا ايدين بعض، بيزهقوا من هاي المسكه بيعمل بلوكات. اوكي. ففي طرق، هاي كليتها طرق، مش قصه معرفه الاخر. اللي أهم منها معرفة نفسي. وهذا الشعور اللي أعطاني إياه هذا الشخص إني أنا حبيت مسكة الإيد هاي يجب دراسته. وبدي أسهر الليلة مثلا أعرف شو هذا التغيير اللي صار معي، لأنه مهم جدا معرفته. وبعطيني معلومات عن نفسي ما كنتش أعرفها. كان لازم نجيب مجموعة نمسك إيديهم من الرياض بعدين هيك يا مرحبا قلتها نجرب. طيب قبل آيس إذا مش في احتمالية إذا سستمنا أو فصلنا المشاعر تفقد لمستها. آه فاهم عليك. هاي مشكلة. يعني إذا صار كل شيء سيستماتيك ما في ايموشنال، ما في انتمسي. yes. هو بحكي لك بعد ما يصير الشعور انت بتروح تدرسه. لا بقول لك بس يصير بدك تفسر. بدك تفسر بطل له متعه خلص. صار شيء منطقي بالعكس، ممكن يصير له متعه اكثر انك فاهم شو عم بيصير. اللي عم يعطينا اياه بري كواليفيكيشن. بري كواليفيكيشن لا هو بري او بوست بغض النظر باي مرحله بالعلاقه. اوكي بغض النظر. ما السيستم هذا مش معناته بس للناس اللي لساهم ما لقوا علاقة. لا، لو أنا حكيناها، لو أنا صار لي 70 سنة متزوج. أوكي. مين دخل على 70 سنة؟ إيه؟ مين مارق عليك صار 70 سنة؟ لا قبل كنت أحكي 77 على فكرة. هاي لو 70 سنة متزوج السيستم بقدر أطبقه. بس اللي بدي أحكيه للسؤال بالإيموشنال إنتليجنس، أول سيشن بتحكي عن الفوكابيلري الموجودة بعائلنا اللي بتقدر تفسر مشاعرنا. إحنا ما عندنا مفردات للمشاعر، ما عندناش مخزون من المفردات. في كتير شغلات بنعطيها نفس الاسم، مثلا خايف. ممكن أكون متوتر، أنا مش خايف بس بحكي عنها خايف. أوكي. ممكن يكون عندي تخوف والتخوف يختلف عن الخوف. yes. أوكي. فإذا حكيت المرة الماضية مثلا حكينا عن الشعور بالغيرة وقلنا إنه مش دائما هو شعور بالغيرة، المجتمع هو إذا محمد بس تعطي أيوة. يكون الموضوع مش شعور بالغيرة، يكون الموضوع احترام بالنسبة لإلي. بس انا ما فسرته احترام لانه احنا الافلام والدراما والمجتمع كله فسرنا اذا انا اتضايقت انه شريكي او شريكتي تصرف التصرف او تصرف اتجاهها تصرف معين هذا اسمه غيره. لا مش كله غيره.
اوكي، وبالتالي معرفتي، لانه اذا انا فسرته غيره في عندي صار مشكله مع نفسي. انا معقول انا يعني انا مش يعني ما بعرف حالي بهي الطريقه، وبوقع بمشكله مع حالي قبل ما اوقع. طبعا انا راح اقلبها على الشخص الثاني. اي واحد فينا اذا انا شعرت بالغيره، هي مشكلتي الاساسيه مع نفسي على فكره مش مع الاخر، فاحنا بنقوم نتخانق مع الاخر على اساس انه هو الغلطان، بس هي مشكلتنا حقيقه مع نفسنا، بس ما بدناش نعترف بهذا الموضوع، فبنقوم نتخانق معه انه هو غلط وهو كذا وهو سمح وهو مش بس هي المشكله بيني وبين حالي اساسا. اوكي، وبالتالي لما انا عم بحس شعور مش متعود عليه او ما حسيته قبل هيك وصار بهاي اللحظه، حلو اعرف يعني. وفعلا بوافق بالقصه اللي انحكت انه تعطيها لمعه مختلفه، اني عرفت شو هو، اني قدرت اعرف شو هذا الشعور، بتعطيها لمعه تختلف عن القمر ما احلاه بعدين اكتشفنا انه عباره عن جور وحفر وكذا وتقعد فيه ولا فيه رومانسيه. يعني انا فاهم عليك القصد انه لو فتنا فيه القمر بيطلع ولا هو حلو ولا هو كذا، عباره عن صحراء فيها شيء شيء جاذبيه فيها جاذبيه. طب ما كيف شعورنا بيكون لما بنعرف اصلا ان هالمشاعر كلها عباره عن هرمونات يعني ونواقل عصبيه يعني. طب بنغير، بنبطل نحب، بنبطل ننبسط، يعني ما بنبطل ما عندنا فاهمين يعني. فاهم عليك في درجه معينه من العلم، يعني بدنا نوصل لبالانس معين. انا موافق اذا كثير قعدنا نفسر في الامور وال ايش بسموهم التيارات الكهربائيه النابعه من الدماغ والتي اثرت على مش عارف ايش هيك ممكن يفقد الموضوع معناه، وانا مش رح نروح بهاي بهذا التوجه. انا افهم شو التيار الكهربائي اللي نزل اللي حيطلع مش عارف. لا اوكي، احنا بس بدنا نجد المفردة المناسبه للي انا حسيت فيه، هذا كل المطلوب، بس عشان افهم الاشي الحلو اللي ما كانش حلو. يعني التغير اللي صار معي من دبق ومش طايقه لياي ما احلى، شو صار؟ في اشي مهم صار. اوكي، ولا شك ان هالتجربة هاي اعطت اشي جديد، فحابب اعرفه شو الاشي الجديد اللي اعطته هاي التجربة. اوكي، بس انا مش عم برفض اللي حكيتيه لينا، بس عم بحب انه نفهم حالنا اكتر. انا بقصدي بالعكس حكيت رامي انه مرات مش القصة بس انه فينا حالنا، مرات في تجارب تكون فريدة. شعور، هذا بيكون مثلا شعور هي مش كانت تشوفه، هي مش وحدة تكره مسكة الايد، هي ما حست شو معنى مسكة الايد. مسكت الايد فهي شافت الدبق، ما شافت الشعور، فهذا الشخص ما اعطى الشعور. اوكي، فممكن ما تكون الموضوع موضوع وعي قد ما يكون هذا الشخص اعطى معنى لهذا الحكي. أوكي، فكانت تشوفه دبق زي ما صارت تشوفه شعور. فهي وانا كل اللي بحكيه ما هو المعنى الذي اعطي عشان انا اعرف حالي قبل ما اعرفه، هذا اللي عم بحاول اضيفه فقط. يس. طيب من العناصر اللي احنا بنعطيها وزن كل واحد فيه، مثلا الاهتمام بالامور الماديه الشكل كذا، هل في معنى انه نحط واحد من هاي الايتم كاريزما؟ يس ممكن. لا ممكن. انا هيك انا هاي علشان فكره انه فلان انا تقبلت منه وفلان ما تقبلت، هذا عنده كاريزما هذا ما عنده. لحظه هذا موضوع كثير مهم. بس بدي اعرفها ايش. لحظه جاذبيه رحله دائماً. قدي أنا دائر بقصة التعريفات، أنا دائر كتير وكلكم معظمكم بعرفها معك حق لأنه أوكي. بنفس الوقت إذا ما عرفت أعرفه مش معناته ما أكتبوش. أوكي، خليه يعني بيجي الوقت اللي أقدر أعرفه. Thank you. أوكي، فهلأ اسمه كاريزما، خليه اسمه كاريزما. وأحبيت كلمة إخراج، لقدام بعد سنة ممكن تطلع معي الكلمة الأدق من كاريزما. اللي اليوم طلعت معي كاريزما يمكن إخراجها السنة الجاي مع اختلاف الوعي يطلع إشي تاني، يعني أفهم بالضبط شو القصة تبعتي كانت. أوكي؟ يس؟ فممكن ممكن وممكن ما أعرفش.
اعطاني كاتب. اوكي بدي انقل لإشي، بدي انقل لإشي تاني، بس قبل ما انقل بدي اضمن انه بهاي المرحلة ما فيش اي تعليق او استفسار او اي إشي حابين تحكوا فيه باللي حكينا. في عندي سؤال بس يمكن شرحه طويل لما حكيت عن الغيرة. لانك انت حكيت فصار بدي اسأل. هلا الغيرة بحد ذاتها بتهيئ لي بعرف شو يعني باللي وصلت له انا، انه فيش شيء اسمه هيك، فيش اسمه غيره. احنا جايبين مجموعه مصطلحات وحاطين لها اسم غيره، يعني هي بالنهايه شو ما تفسرها شو ما تفسرها، يا اما لها علاقه بكبرياء الشخص، يا لها علاقه باحترامه لنفسه او منظره قدام العالم او العادات والتقاليد اللي هو يعني بحاول، او شيء له علاقه بالديانه. ما فيش شيء اسمه غيره. اوكي هلا انا معك بالجزء الاول انه في تفسيرات كتير لتصرفات ما اسمهاش غيره، بس ما بقدر اقول ما في اشي اسمه غيره بنفس الوقت. يعني شو تعريفها اذا؟ الغيره اني اغار من شخص هو يمتلك اشي انا ما عندي شيء ويا ريت عندي اياه. لا مش الغيره من شخص، انا قصدي الغيره بالعلاقات. ما هي بالعلاقات انا مرات هي بتكون فعلا غيره، انه لما الاحظ مثلا خلينا على مستوى الاعجاب، لما اقول لكم قصه انا وصغير. مره كنا بركي وكنا صغار اشي بالطعشات يعني، فانا كنت في واحدة هيك مستلزها خلينا، فبقولها شو رايك نروح على الكذا، وكنا بالبركة فقاعدين احنا وقعد الضحك وكذا، وفي واحد ماخذها مقاول بحكي نكت كتير، فبتقول لي لا بدي اضل هون كتير بضحك، فانا انه هيك كل وش احمر اقول لك خليك عندي بضحك انا طالع. اوكي هلا انا جواي هاي اسمها غيره، انه هو بضحك وانا بضحكش. اوكي هاي اسمها غيره. ايه خسرانه بس الناس بتفسر لا تفسر غار عليها، يعني لما واحد يغار على في تفسير. انا موافق شو غار عليها لا. يعني لا انه معناته بده يتملكها او يعني في تفسير في آخر. تفسيره انا هي قلت لك في تفسيرات تانية كتير، مش كله اسمه غيرة، بس ما بنقدر ننفي انه في اشي اسمه غيرة. في بمعظم الاشياء اللي بنسميها غيرة هي ما بتكون غيرة، بس ما بنقدر نقول انه ما في غيرة. طب نقدر نغير المصطلح نغير الاسم حسب التصرف في، بس مش الغيرة نفسه، الغيرة موجودة. يعني كل مرة انا اجا كنا بول بارتي فكنا انا خالد، فاجا حدا بسألوني أصحابنا هيك لأنه إحنا دائماً بقولوا لي أنت ما بتغاري، ما عرفت أجاوب يعني ما عرفت شو المعنى، يعني فهم علي الأشياء اللي موجودة حوالي الأشياء اللي أنا بحسبها يعني تختلف عن فهم فكرتهم 100%. فإحنا مرة تانية بنتفق إنه كلمة غيرة إحنا كتير أشياء بنفسرها وبنعطيها اسم غيرة وهو مش غيرة في نفس الوقت في إشي اسمه غيرة. أوكي نبحث بعدين. لا وحكيت المثال يعني لما حدا تاني يمتلك اشي انا ما امتلكه، او احس حدا مهم بالنسبة لي حب اشي بشخص تاني انا ما عندي اشي يا رح احس ممكن. اوكي طيب ننتقل الى نقطة تانية بالسؤال الاول، اذا بدكم نسمي العنوان التحذيرات. اوكي حكينا عن التحذير الأول إنه أنا أكون فاهم اللي أنا عم بكتبه قدر الإمكان. أوكي؟ قدر الإمكان. من الأشياء اللي بنكتبها حلو نكتب في صفة معينة مثلا كريم، بنسميها المانيفستيشنز. إيش مانيفستيشنز بالعربي؟ تعبير؟ لا عنوان مانيفستو عنوان. كيف بتظهر؟ كيف بتبين لي؟ مظاهر إظهار إعلان بيان مثلا. أوكي كيف أنا بشوف هاي مثلا كريم، كيف بشوف هاي كريم؟ يعني ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أوكي وأراه أوكي بعيني المجردة بدون ميكروسكوب. أوكي أيوة ماذا يجب عليه أن يفعل؟ ليش لازم أنا أشوف؟ فحلو إنه بدل ما أكتب كريم اكتب الظواهر اللي اللي انا حابب اشوفها عشان تبين لي انه كريم. اوكي شعور انا بحب هذا الشعور يجيني، ف اذا بالامكان
نكتب الظواهر اللي بتعطيني هذا الشعور. يعني لما يعمل شو بيجيني هذا الشعور من اني اكتب الشعور نفسه. اذا ما قدرنا مش نكتب الشعور نفسه بعدين بنشوف قصة الظواهر حسب وعينا ورحلتنا. اوكي وحكينا فيه بمجمل الحكي اللابد. الشغلة اللي حاب احكي فيها كتير بالزمانات اظن كاتب مقالة عنه الموضوع تأثير القلم. شوفوا يا جماعة لما احنا بنمسك القلم او الكمبيوتر او نكتب تنتابنا لحظات من الكلاسيكية اوكي ونبدأ نكتب موضوع انشاء غير واقعي اوكي بالضبط زي كيف تتحدى. مرة داليا سمعتني بحكي عن out and about اوكي فكيف بشوف out and about. هلا تجربتنا بأوت اند اباوت احنا 11 سنه صار لنا التجربه فيها كثير شغلات حلوه بس فيها كمان مرارات كثير وتحديات اللي فتنا فيها غميقه كثير ان كانت تحديات على مستوانا احنا كاشخاص ايش بنمر فيه كل واحد بينه وبين حاله او بالتجربه نفسها كأوت اند اباوت. فالتجربه مش كلها جميله فلما سمعتني مره كنا ببريكفاست ايفنت ولا شيء فانا عم بحكي عن اوتر بتقول لي يا هاي زي ما بشوف الاردن على دعايه ام بي سي. فمرات احنا بنكتب عن حالنا او اشياء بنحبها بنبلش نكتب اشياء غير واقعيه. يعني تاثير القلم لما انا ابلش اكتب ببلش اسرح باشياء مش انا يعني مش انا ابدا هتيجي بس ممكن لا مش انا مش انا اللي بحبه مش انا اللي فعلا على ارض الواقع. مثلا بالنسبه للصبايا مش راح اكتب بحب واحد ازعر يعني انا ماسك القلم اوكي بكتبه. هلا في بيكتبوا هاي حاله وعي بس الباد بوي صار يكتبوا هاي بالانجليزي يعني مشفره اكثر اوكي بس انا كاتب القلم رح اكتب لطيف كريم عاملني بمش عارف بس مش رح اكتب الشغلات اللي تعتبر بالمجمل سلبيه بس انا بحبها يعني بالعب لا عقل لما امسك القلم بعطيني هذا الشعور الكلاسيكي. لما امسك القلم واكتب هذا الكتاب احسن شيء بالضبط مش رح يخطر على بالي انا فعلا انا شو بحب رح عقلي ينتج اشياء كلاسيكيه كتير. فبس اللي بدي انبهه هذا تاثير القلم ندير بالنا منه انه احنا بنكتب عاده بنكتب شغلات بعيده عن واقع انا فعلا شو بحب. احكي لك مره هلا رح اجيك عهود كنت بعطي كورس كيف how to become a life coach فكنا عند بنشرح تحديد يعني كيف بتحدد هدفك what do you want فنمشي بإكسرسايز. فحدا من الحضور أخذنا مثال منه فكتبت إيش وقتها كتبت أنا بدي يكون لي دخل مستقل أساعد في عائلتي وأساعد في كذا وبلش موضوع الإنشاء أوكي فبلشنا نزور بالأسئلة بدي أكون لحالي. قلت لها يعني مش طب أساعدت بديش أساعد هيك يعني بعد الدق على ديش أساعد حدا أنا بدي دخلي لحالي أعرف أصرف لحالي بالآخر هذا اللي طلع. فننتبه من عملية مسكة الألم مرات كتير ونريد أن نعطي للمش على اللي من حولنا وأن نكون هذا الألم هيك بعمل. فبدنا ننتبه من هذا التأثير تبع القلم وأكتب اللي بدي إياه فعلا اللي بعرفه عن حالي بحبه حتى لو الناس كلها بتحبوش أخي أنا بحبه عادي. يعني مرة سمعت عملة إلي وطلعت الطبخة عادية أول مرة كنت بسمعها قبل 5 سنين وبحط قطعة بفقس قطعة بيض على السبانخ طبعا أنا سمعت السمعة أنا بالنسبة لي سنسكريتي هذا أوكي طلعت بالآخر لا إشي طبيعي. هلا أنا أول ما سمعت هالسمعة مين بفقس بيضة على السبانخ طلع الموضوع طبيعي. هلا أنا بالنسبة لي مش طبيعي فهو لو الموضوع مش طبيعي وبحب فقسة البيض ممكن ما يحكيهاش ولا حتى لحاله يعني هيك يعملها بالخفية مثلا أوكي. فبدنا ننتبه
انه نكتب الشغلات اللي انا بحبها. عهود حكت شغلة كتير مهمة، انا والورقة لحالنا ما حدش شايفنا ولا حدا رح يشوف الورقة، اكتب اللي انا بحبه. عهود كنت رفع لي بنت يمكن، يعني مش عارف يمكن اكون مو صح، بس يمكن اللي مو ما بتجارة يعني مثلا اللي باد بوي عن جد في واحدة بدها، بس اللي مش مالق عليها باد بوي يمكن ما تكتبها صح. بس مثلا اللي مالق عليها لتسي وما ظلمت تكتب يس ولا لا؟ هلا القصة مع انه باد بوي انه عيب لا مش عيب انه مين بدها باد بوي يعني يس ما بكتب هلا السؤال كتير مهم، هل يجب أن يكون لدي علاقات لأعرف ماذا أريد؟ ليس بالضرورة. قدامنا مصادر معلومات كتير مهمة وإحنا ما بننتبه لها. أنا وبحضر مسلسل فيه شخصية كتير بتعجبني وفيها كل الأشياء السلبية اللي الناس ما بتحبها، ويا أخي هاي الشخصية أنا مستلز عليها. أوكي؟ ففي عنا مصادر استسقاء أنا شو بحب غير حياتنا الشخصية، أوكي؟ وموجود كمان بروفايلات من الناس اللي حوالينا دير بالكم نستحي نحكي فيها حتى لحالنا، لأنه في ناس موجودين من الأقارب، أوكي؟ رح نعتبرها بعائلنا إشي عيب أفكر فيه، بس بحب هاي الخصلة بهذا الشخص مش معناته قصدي إشي، أنا بحب هاي الخصلة بهذا الشخص فأستسقي هاي المعلومة اللي بحبها وشفتها بالشخص من الموجودين أقرباء، أوكي؟ مش معناته في إشي غلط، أوكي؟ أو ليس بالضرورة إنه يكون في إشي غلط. على فكرة، عشان كمان نكون واقعيين تجاه عقلنا، العقل يختلف عن التصرف. كيف يعني؟ ما يحدث بالفكر مش بالضرورة نتصرفه، أوكي؟ والفكر ينتج أشياء سلبية جداً. جدا لدرجة يختلف عن كل قيمنا ممكن، أوكي؟ العقل بنتج أشياء بس احنا ما بنتصرفها. ليه ما بنتصرفها؟ لأنه الفكر هذا بنزل على مصفاية القيم وبنزل على بيصفيها، وبالتالي نتصرف بالآخر على قيمنا. لو انتركنا بدون قيمنا احنا عشنا بعالم همجي جدا، أوكي؟ هلأ هاي المصفاية، أنا عم بحكي أشياء كتير خطيرة يا جماعة، كتير كتير خطير، وبدنا عقل كتير واسع يعني نفتحه كتير عشان نقدر نتفهم حالنا. فعقلنا بينتج أشياء مجنونة، أشياء كتير بيخطر عبالنا لو أشياء وبعدين بنعملها هيك، أوكي؟ هاي في منها استسقاءات معينة من جزئيات صغيرة منها أعرف فيها أشياء أنا بحبها، أوكي؟ مش رح أحكي أكتر من هيك، لأنه لو حكيت أكتر من هيك ممكن تترجم ترجمات مش قصدي عليها، أوكي؟ فاللي قدر يلقط اللي أنا حكيته ممتاز، بس للأسف ما بقدر أشرح أكتر من هيك لأنه ممكن تترجم إني عم بحكي إشي تاني، أوكي؟ وصلت؟ حلو وصلت جميل. إحنا قديش الساعة؟ لسه معنا وقت. مين عنده أي استفسار أو تعليق على اللي حكيناه لغاية الآن؟ مين؟ تفضل. طيب، هلا أنت حكيت إنه الشخص بده يفوت برحلة عشان يعرف حاله، صح؟ أوكي. وهذا أكيد لازم يكون معك بارتنر عشان تعرف حالك. لا. لازم أنت. انت الحركة. ما هذا اللي عم نحكي. اوكي. كمل سؤالك عشان اجابك عليكم. لو انت بدك بارتنر عشان انت تشوف حالك تعرف حالك يعني قيمك لازم تكون نفس القيم ولا في يعني حسب ما هو ماشي انت بدك تمشي ولا حسب ما انت ماشي هو بده يمشي. اوكي تمام. اول على اول قسم مره ثانيه بدي اعيد
لا مش ضروري انا اكون عندي علاقه سابقه او انا اليوم بعلاقه حاليه وممكن اكون ما فتش اي علاقه بحياتي وامشي باكسرسايز معرفه نفسي انا شو بحب بالعلاقه اللي حابب افوت فيها. اوكي اخذنا اكسر فهذا محلول محلول حلو. شغله ثانيه موضوع القيم، هل يجب علي انه انا لما ابني البروفايل ابني بروفايل شخص قيمه زي قيمي؟ ايوه بحكي. ولا يكون قيمي زي قيمي، ولا انا اعمل حالي على قيمه وانسخ حالي واروح على قيمه؟ الجواب اذا هل يجب لا لا استنى شوي عشان استخدم الكلمات الصح، مش لا مش بالضروره مش بالضروره. اوكي مش بالضروره. هلا اذا كانوا هيك على هيك قيم، هاي القيم مهمه لإلي مثلا بحب تكون جوا علاقتنا بالضبط. اوكي هيدي بحطها. اوكي بس انا انسخ هو عنده قيمه انا ما عنديش اياها اقوم تصير عندي اياها عشان هو عنده اياها؟ لا مبوس ما بزبطش هيك انا فتحتها. اوكي بس بالاخر رح تفوت هاي القيم مع بعض اكيد بديناميكية العلاقة ويتم صقلها حسب يعني ايش بسموها بالجغرافيا عوامل النحت والتعريف النحت يعني قيمنا الشخص الحت والتعريف قيمنا الشخصية بحالة العلاقات هي بشكل يومي عليها حت وتعريف يعني بشكل يومي بعلاقاتنا اليومية صح. عم بتم عليها حت وتعريف فما بالك بعلاقة رومانسية. مين كمان عنده اي تعليق استفسار سؤال رفض؟ انا ارفض تمام يعني هيك احنا بالسليم هيك ننتقل ننتقل ممكن واحد يعمل ماتريكس هيك لكره مش هيك لل ايش الكره مين اكثر حدا بكرهه وبدي اطلع من الحكايه نظريا نعم نظريا نعم لا ما فهمت شو هذا بدل ما اعمل شو بحب اكتب لسه شو بكره بدي اطلع حدا من حياتي واشوف هدول اكثر واحد شو اسمه عشان ابلش افلتر يعني هاي بيطلع لك اقل واحد انت بتحبه بدك تفلتر يابا ذبحتني بالسؤال عشان العقل يفقد كثير مهم تجربتنا الحياتيه قبل يعني خليني اعطي مقدمه قبل اللي راح احكيه هلا راي شخصي يتفق عليه جماعه التنميه البشريه اوكي اوكي بس انا يعني مش دائما بتفق مع جماعه التنميه البشريه عشان بس لانه هذا التير صار ملغوص كثير وعليه يعني أنا بالنسبة لي التجربة الإنسانية كلها من بدايتها لنهايتها تجربة سيئة جدا والإنسان ما عمل المفروض يعمله. أنا بالنسبة لي تجربة الإنسانية كلها مبنية على الكره يعني انبنت ببدايتها على الكره مش على المحبة. أوكي والأصل بالأمور صارت كتجربة واقعية التجربة الإنسانية من بدايتها لنهايتها سقلت بالكره مش بالحب. أوكي وهذا كان الخطأ التاريخي الفظيع اللي قام فيه الإنسان من بداية نشأته لليوم والدليل إنه إحنا انشغلنا على مر ملايين من السنين نقتل بعض وبس قبل 100 سنة اخترعنا السيارة يعني إحنا قاعدين بلاش ملايين السنين قعدنا عشرات الآلاف من السنين بس قبل 100 سنة اخترعنا السيارة أفشل تجربة ممكن تمر على حدا يعني بالضبط زي اللي قعد من أول ابتدائي اتعلم الكتابة بس اتخرج من الجامعة بالضبط يعني اتعلم يكتب اسمه بس اتخرج من الجامعة فاحنا قضينا كل هذا التاريخ نقتل ببعض اوكي لحديت بس قبل 100 سنة اخترعنا السيارة وهلنا بعد ما اخترعنا السيارة والثورة الصناعية صارت قبليها بشوي هلا عم نقتل العالم كله هذه يعني العالم كله خرب يعني ما فيش خربان نحو الانقراض احنا فكله مبني على الكراهيه وعلى البغضاء وعلى كل هذا الحكي ومش فارقه معي وما يموت العالم المهم المصنع يقوم فكله قايم على موضوع الكره فانا اجابه على سؤالك البسيط الذي يعني
يعني سؤالك بسيط بالنسبة للتجربة الإنسانية اللي أنا عم بحكي كتجربة إنسانية، أوكي؟ بسيط وبريء. إيش هو؟ بسيط وبريء. لا فاهم عليك. لا لا فاهم. بس ممكن يضل عقلنا يفرز إجابة وأضلني على الموضوع اللي أنا بحبه وأفلتر الناس اللي أخذوا، يعني إذا في واحد ماخذ 3000 وواحد أخذ 10 فبين معي أبو العشرة هذا إنه شو وضعه، بدل ما أنا أقعد بتجربة بيني وبين حالي أعصب فيها وأقول شو اللي بكرهه والحالة النفسية اللي رح أمر فيها أنا وبكتب شو بكره، أوكي؟ رح يتفلتر معي هذا الشخص اللي ماخذ 1 على هاي 2 على هاي الأشياء اللي بحبها وماخذ علامات واطية، ما هو بين معك. بعدين رامي احنا ناس وصلت؟ نعرف احنا بنعرف ايش ما بنحب. يس يعني ما بحب تعمل معي هيك. طب شو بتحب؟ طب ما بحبش اي طريقة. طب شو الطريقة؟ عادة معظم لغتنا بيكون على ايش ما بحب. يس مش ايش بحب. فبنعرف اللي ما بنحبه بس ما بنعرف اللي بنحبه. وبالتالي مبني على اللي حكته لينا، يعني هو اسهلنا نكتب اللي بنحبوش فعلا، هو اسهل بكتير لانه بنعرفه. احنا خبره بماذا بما لا نريد، خبره خبره. ولا يشرح ياخذك الموضوع 5 دقائق تكتب 50 وحدة بس اكتب شو بدي. لا رح ياخذ وقت جهد يعني عشان اترجم الاشياء اللي بحبها، وجرأة اكتب شو بدي. اني اكتب اللي ما بدي اياه بده جرأة، لانه وير واير بطريقه معينه جوانا كسيستم على ما نرفض، وكتير سهل لأننا نكتشف اللي بنرفضه. لو أنا ذكرت شغلة زمان إحنا وأنا صرت شاب يعني نص العشرينات وكذا، فكنا مجموعة شباب واحد فينا نتجوز، فبتذكر إنه قعدنا نحكي عن صفات اللي نتزوجها، فبتذكر الإجابات كانت وقتها ما تكون كذا، ما تكون كذا، ما بدي إياها كذا، ما بعرف شو كذا. أغلب الإجابات كانت فعلًا زي ما تحكي يعني أسهل أنا أعرف شو اللي ما بدي إياه مش شو اللي بدي. 100%. وبالكابلز لما نعمل سيشنز، مرات بنعمل سيشنز كابل بالبعض، تصور انه التنين يعني التنين قدام بعض، اوكي، ومش بنعمل بنسهلهم اياها، يعني هيهم قدام بعض، هذا بيقول انا ما بحب، اوكي، فقل له شو بتحب هي قدامك، ما مش عم بيطلع، مش عم بيطلع بتحبش نطلع. بس قادر حلو خلصت شو بتحب عكسه سكوت صمت منال رامي. بس بالمانيفستيشن لازم كلنا نعرف انه ما بصير نكتب ايش ما بنحب. يس والمانيفستيشن معناها العربي المطلق هي التجلي. ايوه يس لانه احنا اذا بدنا الاشياء تتجلى قدامنا ما بدنا نحط الاشي ما بنحبه. يس لانه كل شيء بنكتبه بده يتجلى بعقلنا. يس العقل ما بيفهم العقل الباطن انه انا هذا ما بحبه، بتنقام كلمه ما بحبه وبنحط الشيء. فالتجلي بده يكون كله على الايجابيات وليس على السلبيات. هلا ليش اتفقوا جماعه التنميه البشريه على هذا الموضوع؟ يعني جزء كتير منه اللي حكته منها، يعني كل جماعه التنميه البشريه بقول لك دائما احكي بالايجاب ما تحكي بالسلب، اوكي، دائما خلي فكرك ينتج اشياء اللي بتحبها مش الاشياء اللي ما بتحبها. هذا جماعه التنميه البشريه وجماعة ذا سيكرت وجماعة يعني كله، وقانون الجذب وكل القوانين اللي بدك اياها كله حكى اتفقوا على هذا الموضوع، رغم انهم ما بيتفقوش على شيء، كل واحد بيعترض على الثاني. طب نحن اتفقنا اوكي وانت غلط. طب ذا سيكرت ما هو احنا متفقين انه هيك. لا بس انا حكيتها غير شكل. احل لك اياها، بنكتب برفض كذا. يس مش معك. يس برفض كذا. من لا تبعت العقل الباطن. في اي سؤال؟ بثلاث دقائق رح نحكي ايش رح نحكي الجلسة الجاية، ولو جهزنا حالنا لهذا السؤال المرة الجاي بيطلع النقاش كتير كتير حلو، لانه سؤال مش سهل. Why you بثلاث اسطر ماكسيمم، يعني ممكن بسطر بثلاث تسطر. ويو هو ولا ياوي ويو؟ ويو أنا. يعني هو عم بقولك أو هو عم بقولك، أوكي، هي عم بتقولك أو هو عم بغض النظر، أوكي.
اوكي. الطرف الثاني يقول لي ليه انا بدي اختارك؟ بس هذه مقابله شخصيه. هي هاي هاي كيف ماذا سوف تكون خلال 5 سنوات؟ مستقيم. ليش نختارك انت مش المرشحين الثاني؟ هي هذا ريكروتمنت. يس اوكي. ليه انا بدي اكون معك؟ شو العظيم فيك؟ يعني شو الاشي العظيم؟ وهذه بوزيشنينج هي بتتسمى بالبزنس بوزيشنينج. حتى موضوع اوكي بثلاث اسطر ماكسيمم، مش موضوع انشا. انا ببلش الكسب. ماذا تقول لصديقك في امريكا عن الاردن؟ اوكي بثلاث اسطر. ليه هذا الشخص بده يكون معه؟ حكيت لكم القصه اللي مره وبتذكرها لليوم ببلوفينج. قاعد بتفلسف انا وبحكي بدي اياها تكون مش عارف ايش، وبدي اياها تكون مش عارف شو، ولازم تعمل مش عارف ايش، وصاحبتي بتشخر لي وهي ليه بدها تكون معك اساسا. يعني جد يعني هاي اللي انت بتحكي ليه بدها تكون معك؟ فليه انت بدك تكون مع هذا البروفايل اللي انت فواي يو؟ اوكي بثلاث اسطر الاسبوع الجاي. شكرا كثير لكم. رح نحكي البرنامج سريعا هلا راسا بعد الجلسه هاي. رح نطلع على دائره دردشه وحوارات حول الفقد مع منال فتياني 7:30 to 8:30 يعني من هلا لكمان ساعه خلينا نقول. يوم السبت سوري يوم السبت رح نكون مع نادي الكتاب و روايه الموت السعيد لالبير كامو ميسر اسيد الحوتري. اوكي رح نكون مع البير كامو يوم السبت الساعه 6 بعبد الحميد شمان. عنوان الروايه الموت السعيد، ورح يكون من تيسير احد رواد نادي الكتاب وسيد الحوتري. وسيد الحوتري برضو عملنا له جلسه له مؤلف خاص له، عملنا له جلسه له، فاحنا حابين هاي الفتره كمان عم بيصيروا الرواد هم عم بيسروا كثير من جلسات نادي الكتاب. في شيء ثاني ايد على ايد وصلنا ل 50 وصلنا ل 50 دفايه الحمد لله. هل راح يكملوا ولا خلص راح يوقف المشروع؟ يعني اللي حابب يتبرع لسه موجوده لسه بيقدروا يزيدوا يعني. حاليا هي حملة الشتاء ايد على ايد ماشيين فيها اللي هي مبادرة الايد الخيرية لعوت اند اباوت. فالحمد الهدف كان 50، كنا بس بدنا نوصله. الهدف كان نشوف اذا بنقدر نوسعه ل 100. فهي داليا عم بتقولي لسه عم نقبل تبرعات، اللي بحب يكون له ايد بنوفر لعائلات دفع للشتاء قد ما بنقدر. شكرا كثير لكم وبنشوفكم بالفعالية. Thank you very much.